نتفرج في السينما وجيت بهذه المناسبة الكبيرة اللي هي عيد المرأة. كنتمنى للمرأة كل عام وهي بخير. المرأة هي الأخت وهي الأم وهي أساس المجتمع، وبلا بها ما كاين والو. تحية للمرأة المغربية. غير هو واحد الحاجه لاحظتها، ان كل عام كيديروا يعني سينما فابور في 8 مارس يوم عيد المراه، الا هاد السنه ما داروهاش، يعني ما عرفناش علاش اجلوها. جينا نتفرجوا في افلام كيديروهم كل عام فابور، وهاد العام ماشي فابور بالفلوس. قال لك حيت كاين هاد المرض ديال الكورونا، هاد الفيروس، وحابسنا حابسين السينما فابور، ولكن غندخلوا واخا ماشي بالفلوس، غندخلوا واخا ماشي فابور غندخلوا. كنقول لكلشي العيال النساء المغربيات داخل المغرب وخارج المغرب، سنه سعيده عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر وكل ما كتمنيتو، بشي حجه ان شاء الله. جيت اختي للسينما باش نتفرج، ولكن هاد العام ما داروش، اللي كان مولفين كيديروا فابور هاد العام ما داروش فابور، هاد العام داروها بالفلوس، داروها هما، داروها لينا بالعاني، ماشي زعما هما مولفين كيديروها فابور، كان هاد العام داروها بالعاني، ماشي قضية كورونا ولا شي حاجة. الناس راه داخلة قد بكورونا قد بلا كورونا. المرأة المغربية كنأيدها، والمرأة المغربية زعما ضاربة تمارة معدبة في حقها، أنها زعما كتأيد وخاص يشجعوها، خاص المرأة المغربية خاصها تشجع، وهذا الشيء اللي كاين.